نحن مع بدأنا بشارة يسوع المسيح ابن الله بدأت كما كتب النبي إشعياء: ها أنا أرسل رسولي قدامك ليهيئ طريقه، صوت صارخ في البرية، هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة. نعم، إذن بدء بشارة يسوع المسيح ابن الله. بشارة إيفانجيليو ممكن إنها تعني الكتاب المكتوب نفسه، وممكن تعني البشرة اللي أعلنها يسوع شفهيا. أنتوا معاي؟ طبعا ما فيش تناقض بين الأشياء. بدي أروي عليكم، قلنا مرقس اللي هو طبعا تلميذ بطرس وترجمانه، كيف؟ واسمه يوحنا، اسمه يوحنا مرقس. نعم، والدته مريم اللي كانت صاحبة العلية. إذا فيش تناقض، نقول إنه بداية البشرة السارة اللي أعلنها يسوع شفهيا، ومش غلط برضه نقول بداية النص المكتوب الذي يحوي هذه البشارة. بداية إنجيل يسوع المسيح، هاي اقرأ المكتوب من وين؟ من عنوانه، من أولها يسوع هو المسيح. هلا ابن الله، ابن الله هاي مش موجودة في كل المخطوطات. بتقولوا لي ايه معناه راح الانجيل، ايه معناه في تحريف؟ لا راح الانجيل ولا في تحريف، المسألة مسألة علمية بحتة. اذا ثبت انه المخطوطات القديمة ما فيهاش ابن الله، معناه نحذفها. ويبدو انه في اقدم المخطوطات ما فيش ابن الله. هل معناه يسوع بطل ابن الله؟ لا. ليه؟ لسبب بسيط جدا، مش مذكورة هون، انما وين مذكورة؟ في اماكن اخرى كثيرة. يعني احنا ما بنركن ولا بنضع كل ايماننا، مش موجود كله في آية واحدة. لو كله موجود في آية واحدة احنا مش بحاجة لا 27 كتاب من العهد الجديد و45 كتاب من العهد القديم. إذا سواء شفنا بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله ولا بدء إنجيل يسوع المسيح، فيش مشكلة. أما مين اللي كيف عليها هاي إنه وما صدقوا فيها وحذفوها هاي ابن الله؟ طبعا فئة يهود يهوى ما صدقت، قالت لا، شو قالت؟ أجت والله جاء. على كل حال إذا علميا، وهذا يبدو أنه ثبت أنه أقدم، عشان هيك عند أبونا إيش مكتوب؟ يسوع خريستو، بس أرخي تو إيفانجيليو يسوع خريستو، مش يو ثيو، لأنه هاي زائدة في مخطوطة. كما هو مكتوب في سفر مين؟ في سفر إشعياء النبي. طيب طبعا انتوا قاعدين زي ابو قاسم ضياع الخيار، ها لا الي ولا علي، صح؟ في الانبياء ها انا. طيب ان كان انت كاري 100 كتاب إسايا تو بروفيتي. طيب كما هو مكتوب في سفر إشعياء، شو هي المفاجأة هون؟ إنه ها أنا ذا مرسل ملاكي أمامك. هاي مش من إشعياء، هاي من ملاخي، من نبوة ملاخي الفصل 11 آية قديش؟ 13 آية 10 فصل 11، لا فصل 3 آية 1. هاي من نبوة ملاخي فصل 3 آية 1. طيب ليش القديس مرقس بيقولنا كما هو مكتوب في إشعياء النبي
هو في الواقع يجمع آيتين. الآية الأولى من ملاخي فصل 3:1، الآية الثانية اللي بستشهد فيها هي من أشعياء، بظن أشعياء 40، مظبوط أشعياء، أشعياء 40 ولا 41؟ لا مظبوط أشعياء 40:3. بطلنا نشوف. صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب، هاي من أشعياء. إذن شو اللي عمله القديس مرقس؟ القديس مرقس عارف إنه الآية الأولى من وين؟ معهوش خبر من وين؟ لأنه نبي؟ ملاخي. الآية الأولى من ملاخي، الثانية من أشعياء. نسبهم كلهم لمين؟ لا أشعياء، لأنه طبعاً أشعياء معروف أكثر من ملاخي. من لا هم تترجم معقولة مكتوب كما هو مكتوب في الأنبياء. في الأنبياء، ولكن هذا مش موثق في المخطوطات القديمة. في أقدم المخطوطات موجود كما هو مكتوب في النبي أشعياء. طبعاً في مخطوطات كمان بتقول في الأنبياء، ولكن مش قديمة زي كلها مسألة علمية. ها أنا مرسل إيش ومكتوب؟ أمام وجهك ملاكي. أنا هلا في عندك هون ملاكي، وممكن يكون محل ثاني مرسلي أنا، صح؟ ليش؟ لسبب بسيط جدا. في العبراني كلمة ملأخ، في اليوناني كلمة أنجلوس، تعني في نفس الوقت ملاك ومرسل. عشان هيك ممكن ترجمها رسول، وممكن ايش نترجمها ملاك. شنو؟ لانه الملاك هو ايش؟ رسول. صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب واجعلوا سبل الهنا قويمة. تفضل آية اللي بعدها، آية الرابعة. فظهر يوحنا المعمدان في البرية يدعو الناس إلى معمودية التوبة لتغفر خطاياهم. هذا مهم جدا. وحتى الناس مش لازم يخلطوا بين معمودية يوحنا اللي حتى المسيح قبلها مع انه ما كانش بحاجة إلها، ومعموديتنا احنا المسيحية. معمودية يوحنا كانت للتوبة، معناها بس للكبار، لأنه الصغار خصوصا اللي تحت سن 7 سنوات اللي لم يبلغوا سن الرشد ما بعرفوش، في عندهم غلطات بس مش خطايا. إذا معمودية التوبة، طبعا كلمة كثير غنية اللي هي ميتانيا باليوناني. ميتانيا يعني انقلاب الفكر. ميتانيا تغير مخك، تحط انه الندوه اهم من المسلسل التركي، غير عقلك يا حصرت علينا وعبختنا. تغير مخك، تقلب مخك، او زي ما بقولوا بمعنى ثاني قلب لي طاسه راسي. مثلا انه المصاري عمي مش كل اشي، مش اهم شي في الدنيا المصاري. مش عارف انا يعني كيف احنا رغم كل هالجهود اللي بنعملها في الكنايس مش قادرين نوصل لنشاطات افضل من هيك. وزي ما بسمع مرات اقتراحات من ناس منكم، يا ابونا اعمل ميكي ماوس، يا ابونا اجيب بسكوت، يا ابونا اعمل تضييف، يا هل هذا صار مفتوح؟ هل هذا صار، خليني يعني احكيها بالعربي، هل هذا صار مستوانا؟ لا، اشي محزن. فلا بدنا نعمل خصوصا بسنه الايمان هاي ميتا نويا، يعني نقلب تفكيرنا، نقلب عقليتنا. وما تخافوش يا عمي، إن الذين يخافون الرب لن يعوزهم من الخير شيء.
مش راح ينقص شيء. او زي ما بقول المسيح اطلبوا اولا ايش؟ ملكوت الله هو بره. دو مؤاخذة مثل ما جدا معنا في المدارس، قديش في صعوبات في المدارس صح؟ قديش منجيب، قديش في محسنين بزورونا كبطرخية وساعدونا. طب قبل ما كانش عنا ربع هدول المحسنين، كيف انبنت مدارسنا؟ كيف انبنت هون مدرسة بطرخية اللاتين؟ يمكن 1864 من ايش؟ شو كان عند الخوري؟ ولا اشي. بس يا جماعة تعالوا، والخوري والرهبات ويمكن معلم ومعلمة، ومشيت هالمدارس. ليش؟ اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. مش بقول لك ايش؟ العلم يبني بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والكرم. انا بقول مش بس العلم، التقوى، التقوى تبني بيتا لا عماد له. شوفوا ناس خصوصا في منطقتنا احنا المسيحيين الفلسطينيين، اسالوا ابو جمال قديش كان في مليونيريه مسيحيين فلسطينيين؟ ملاك. وينهم؟ وين أملاكهم اليوم؟ وين دم أخذ بدون دون أسماء؟ وين أولادهم؟ وين أحفادهم؟ غنى غنى النفس والفقير فقير العقل. خصوصاً لما ما فيش تقوى حتى المصاري بتطير، حتى المصاري بتطير. فالعلم والتقوى، وهذا اللي بدنا إياه كمان من بيوتنا من مدارسنا، التقوى والعلم. إذن معمودية التوبة، طبعا توبة باليوناني ميتانيا، بس ايش بالعبري؟ زي بالعربي التوبة يعني الرجوع. تاب آبا تاب ثاب يعني رجع، انه الناس يرجعوا لربنا. ولما يرجعوا لربنا مش راح يخسروا اشي. تعرفوا كتير مرات احنا ليش بصير عنا غياب؟ واجبات اجتماعية. مثلا بيجي الخوري بده يقدس، فيش حدا من الرعيه، وين راحوا الناس يحضروا الناس من الرعيه الثانيه؟ طبعا شو معنات الرجال يحضروا الناس؟ بضلهم بريت الكنيسه، بقول لك راح يحضر الناس، راح يحضر الشارع وقت الناس. ليه يا ابونا؟ اذا ما رحناش بنخلصش منهم، اما اذا ما صليتش يعني ربنا بسامح. تفضل. او كمي مس ماجده بعد إذن أخ عيسى. خمسة. أي خمسة. وخرج إليه جميع قولة اليهودية وأهل أورشليم، واعتمدوا جميعهم منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. طبعا ما انتبهتوش يمكن إنه يفصل أو يميز بين منطقة يهوذا وأورشليم. لا، اليهودية هي الأوسع، أورشليم هي المدينة، ولا لا؟ في الأساس ما كانت، ما هي أساسا المدينة هي مدينة غير يهودية، هي مدينة يبوس أو مدينة أورشليم، عمرها ما كانت قسم من الأسباط، من أراضي الأسباط 12. وعلى هذا الأساس اختارها داود كعاصمة حتى ما حدا يغار من حد. إذن هذا التمييز وهذا الفصل مظبوط. واللي بدهم إياه اليهود اليوم هو مخالف للتاريخ، بدهم يقولوا أنه أورشليم يهودية. تفضل. هاي الإنجيل يفصل بين إيش؟ بين أورشليم اللي هي يبوس واليهودية، عمرها ما كانت أو لحد سنة 1000 قبل الحساب الميلادي هي مدينة يبوسية اسمها أورشليم أو يبوس أو اسمها يبوس. تفضل. معترفين بخطاياهم. نعم تفضلي. وكان يوحنا يلبس وبل الإبل ومنطقة من جلد على حقوله ويأكل جرادا وعسلا بريا، وكان يكرز. طبعا التقشف. وكان يكرز قائلا: يأتي بعدي من هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أنحني
وأحل سبور حبائي. سيور حبائي. صحيح. أنا عمدتكم بالماء وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس. إذن هاي الفرق الجوهري. مش يقولوا لنا لازم نتعمد بسن 30 لأن المسيح تعمد سنة 30. المسيح أخذ بسن 30. المسيح أخذ معمودية يوحنا بالماء. أما المعمودية اللي المسيح أسسها فهي بروح القدس وهي ميلاد جديد زي ما راح يقول المسيح لنيقوديموس. تفضلي. وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في الأردن، وللوقت وهو صاعد من الماء رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلة عليه، وكان صوتا من السماوات: أنت ابني الحبيب الذي به سررت. نعم. وللوقت أخرجه الروح. كويس. نعم. إذن نقف هنا بالنسبة لليوم، والأسبوع القادم بنحضر الأسبوع الجاي يعني بنحضر الآيات التالية. شكرا لكم، خلينا نشوف.